إذن في انتظار المواجهة على هذا الملعب، الملعب الذي يمر حتى الآن على كثير من السنوات، 58 سنة. المباراة الآن منتظرة بين الأهلي والنصر في مقابلة مرتقبة بدأت في جدة. انتصر الأهلي 1-0 بهدف حسن الراهب الذي قال بأنني أريد أن أكون وأكرر من جديد تجربة خالد قهوجي في التسعينات. الاختيار الأمثل بالنسبة للمدربين في المسابقة الخليجية في المباراة النهائية في ختام المشوار في الشوط الثاني من المباراة في الرياض بعدما بدأ الشوط الأول فيها هناك في جدة. الشوط الثاني من المباراة يبدأ في الرياض بكرة عند إلتون جوزيه. إلتون جوزيه في مراوغة سريعة مع بداية المباراة يلعب كرة بالجهة اليسار لخارج أرض الملعب. رمية جانبية محتسبة من حكم المباراة في صالح إبراهيم الزازي، تطلع من إلتون جوزيه لخارج أرض الملعب. رمية جانبية، يبدو لي صراع مبكر جدا بين إلتون جوزيه وهزازي في المباراة. هذه الكرة مرة ثانية، المحاولة اللي كانت من إبراهيم هزازي وتابع فيها إلتون جوزيه، واللقطة الأخيرة واضحة أمامك، صورة إلتون جوزيه مع إبراهيم هزازي، صورة القط اللي وصل إلى الملعب. هذه الصورة معك الآن، القط اللي يشارك في الملعب الآن مع اللاعبين. الكرة إلى الجهة اليمين لمحاولة عند إبراهيم هزازي، هزازي يلعب كرة مع كرة عند منصور الحربي في الجهة اليسار. منصور يلعب كرة طويلة باتجاه مالك معاذ، مالك يحصل كرة في الجهة اليمين، مالك خطير، مالك خطير يحاول يتقدم، مالك معاذ والكرة لمالك. أخيرا حكم المباراة ما يعطي ضربة حرة مباشرة لمالك. محمد مسعد مع كرة بالجهة اليسرى، محمد مسعد يلعب كرة طويلة إلى منطقة الجزاء، مالك معاذ يحاول يحصل كرة يحصلها مع برناوي، مالك وبرناوي، مالك إذا وقف كذا خطير، لكن الكرة من مالك معاذ ترجع لمرة ثانية. الحصار 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 على عبد برناوي الآن، أكثر من لاعب أهلاوي. أخيرا كرة ثابتة، وسجل في ذيك المباراة مع الفريق النصراوي. الكرة الآن ملعوبة إلى إلتون جوزيه في وسط الملعب، إلتون جوزيه عدي لكن في مخالفة ضربة حرة مباشرة، وقع عقد جديد مع الفريق النصراوي في 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 قبل يومين من الآن. الآن محاولة في صالح الأهلي، المحاولة عند أريسون، يحاول يعدي لكن الكرة تنقطع، حكم المباراة ما يعطي مخالفة وتصويبة إلى خارج أرض الملعب. مرة ضربة مرمى عند كميلو وباري مباشرة في صالح النصر. إلتون يستفز جمهور النصر، يستفز الجمهور الموجود في الواجهة الآن في جنبات ملعب الأمير فيصل. الكرة في مخالفة ضربة حرة مباشرة، اسكورو صاحب عبد الله، توجيهات من حكم المباراة، وإلتون جوزيه طالب من جمهور النصر المساندة ويستفز الجمهور النصراوي. فعلا الكرة ملعوبة من إلتون، والمحاولة على طول من ياسر المسلم لخارج أرض الملعب. تنقطع كرته إلى مالك معاذ، مالك معاذ لحسن الراهب، هجوم لمصلحة الأهلي في كرة ملعوبة لمالك معاذ. مالك معاذ يتقدم ويحاول، مالك معاذ الكرة بين مالك وبين سكور، مالك يحاول يعدي، خلاص سكور كسب، سكور كسب، يطلع الكرة لخارج أرض النصر في المباراة. عبدو برناوي غادر أرضية الملعب، أحمد المبارك اللاعب البديل، هذا التغيير المبكر، تغيير مبكر بالنسبة للنصر، وفيه اعتراضات على ردان، ما جت مثل ما يريدها مالك، راح يبحث عنها مالك. مالك مع كرة إلى محمد مسعد، مسعد يحاول يعدي، مالك معاذ محمد مسعد الكرة إلى مالك معاذ، فرصة خطيرة الأهلي، مالك معاذ يعدي، مالك معاذ يمر، الله خطير الولد، مالك معاذ، هذه كراته، هذه حالاته، مالك معاذ إذا جاء بهذا الشكل، خطر حقيقي. زرعوني حكم المباراة الإماراتي، كرة ملعوبة طويلة إلى ريان بلال، في الجهة اليمين ريان بلال مع كرة يحاول يعدي فيها، ريان يعدي من اثنين وكرة فيها مخالفة، ضربة حرة مباشرة بعد محاولة ريان بلال، والمراقبة لمدافعين الأهلي لمهاجمين النصر. الكرة تنقطع، أريسون يلعب كرة طويلة في صالح الأهلي، في هجوم بالجهة اليسار، هذه خطيرة، الرابي يحاول يعدي فيها، تنقطع الكرة في وسط الملعب، ممل بين الفريقين، الكرة ما تصل، بالخطورة إلى المرمى. الرابي يحاول يعدي يكسب مخالفة ضربة حرة مباشرة. إذا حسن الراهب اللاعب الجديد في الفريق النصراء الأهلاوي، ضربة حرة مباشرة لصالح الأهلي. أريسون عدى
خبطت كرة البرازيلي أريسون، محاولة من أريسون، لعب له كرة ممتازة جت ساقطة بشكل صح بشكل صح بشكل صح، طريقة تنفيذه كان صحيح والتوفيق ما حالف مع الكرة الماضية، جت فوق الوباري اللي سيطر على المباراة. واضح معك على أعلى يسار الشاشة، تعادل سلبي بدون أهداف، ضربة حرة مباشرة موجودة عند أريسون البرازيلي، يلعب كرة مخادعة لكن إلى خارج أرض الملعب، كرة مخادعة من أريسون، كرة مخادعة من أريسون مرت إلى خارج أرض المبارك، يلعب الكرة على طول إلى عبد الله حماد، عبد الله حماد يوزع كرة في الجهة اليمين، هجوم نصراوي ملعوبة كرة عرضية، الشراني بالراس، بالراس من نست الروي العرب، ياسر المسليمي طلعها، طلع كرة الشهراني على طول إلى ضربة زاوية، أول كرة في المباراة حقيقية، أخطر كرة في المباراة، الشهراني بالراس على طول يطلعها ياسر المسليم، شوف معي مرة ثانية اللقطة من ياسر المسليم إلى ضربة زاوية، المحاولة النصراوية تنقطع ترجع مرة ثانية، خارج أرض الملعب، رمية جانبية، حكم المباراة يصفر يقول مخالفة، ضربة حرة مباشرة، ضربة حرة مباشرة في الجهة اليمين، المخالفة ضربة حرة مباشرة، تابع الكرة الثابتة، ما الذي يفعل الآن إلتون في كرة ملعوبة، والمسليم ما زال ينجح في المباراة، المحاولة الماضية من أحمد مبارك والمسليم ما زال ينجح في المباراة، ما يزال يكرر نجاحه في المباراة، الكرة فيها مخالفة، ضربة حرة مباشرة ترجع مرة ثانية صالح النصر في الجهة اليمين، ضربة حرة مباشرة لصالح النصر بالجهة اليمين، انتبه الكرة الثابتة الآن النصراوية على الجهة اليمنى، ويبدو الأمور، يبدو أن الأمور صعبة 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 الموجودة الآن في أرضية الملعب، القلق الحذر الخوف من الجميع، الخوف من الجميع في مباراة فيها خوف فيها حذر، المسليم يطلع كرة إلى خارج أرض الملعب إلى رمية جانبية في الجهات اليمين، معها ينتهي الحذر، ينتهي الحذر ويستريح الخوف ربع ساعة ويعود الحذر والخوف، يعودان إلى المباراة من جديد في الشوط الثاني من المباراة، الجماهير كانت متواجدة عند الصباح هنا حوالين الملعب وكلهم بلسان واحد يقولون ما جانا النوم من البارحة، جينا ناخذ التذاكر المباراة، الفرصة بشكل ممتاز مع المدرب الصربي سيد نيبوشا، هذه محاولة موجودة في الجهات اليسار، أحمد المبارك يلعب كرة عرضية لكن تنقطع، تمر لألتون جوزيه، جوزيه تصور وياسر المسليم موجود، موينع يوسف الموينع لأحمد المبارك، المبارك مع كرة يتقدم في الكرة إلى ريان بلال، ريان بلال حاول وضربة حرة مباشرة، الأولى ما احتسبها، الأولى ما احتسبها، يحتسب الثانية الآن كرة ثابتة، ضربة حرة مباشرة موجود والشهراني وضربة حرة مباشرة، لا زلنا نتردد حول الحديث عنها، ما زلنا نتردد في الحديث عنها، الكرة من إلتون تنقطع، المحاولة مرة ثانية من المبارك لكن الكرة إلى خارج أرض الملعب، عدت ضربة مرمى اللي عند ياسر المسليم، هذه كرة إلتون اللي عدت لخارج وخامسة وسادسة لكن ولا واحدة منها حسمت، ضربة حرة مباشرة، إلتون جوزيه يلعب كرة عرضية تنقطع على طول، ترجع مرة ثانية أحمد المبارك، الشوت، كرة أحمد المبارك، ياسر المسليم تابعها، ضاعت الكرة، هدف التعادل ضاع، شوف الكرة مرة ثانية، أحمد المبارك صوب كرة قوية قوية قوية، ياسر المسليم منعها، ياسر المسليم يريد أن يبقى الفرح في جدة، تيسير الجاسم يلعب كرة عرضية على طول بالراس لكن إلى خارج أرض الملعب، الدقائق كلما سارت تشكل ثقل كبير جدا على النصراوي، كرة إلى ريان يشوت كرة لكن إلى خارج أرض الملعب، عبد الله حماد يغادر أرضية الملعب، وعبد الرحمن البيشي اللاعب البديل في الشوط الثاني من المباراة بدأ يتحرك رادان هجوميا، وهو الرجل الذي بدأ يتحرك هجوميا، لعب كرة من الناحية اليسار في محاولة اللعب للشهراني، الشهراني يصلح كرة للبيشي، البيشي يحاول يصوب لكن كرة جت سالة، كرة البيشي جت سالة، تغيير مدرب النصر رادان، طلع عبدو برناوي ينزل أحمد مبارك وطلع عبد الله حماد ونزل عبد الرحمن البيشي، لكن ملادينوف ما زال يحافظ على اوراق اللي بدا فيها المباراه، ملك معاذ يلعب كره الى حسن الراهب، الراهب يعدي يعدي الراهب، حسن مع الكره يصوب كره، هو جول هو جول هو جول هو جول، الاهلي قلعه القوس، يا جماهير ارفعوا الراس،
الاهلي قلعة الكوز، الكورة من حسن الراب، عد فيها سجل جول. الله رهيب يا راهب، رهيب يا راهب، حسن الراهب يسجل اول هدف في المباراة، حسن الراهب يسجل اول هدف في المباراة، حسن الراهب عقدة جديدة للنصر، عقدة جديدة للنصر، انتهت عقدة قهوجي، جت عقدة حسن الراهب. شوف الكورة، شوف المحاولة، الله الله يا حسن، الله يا حسن، كش الليلة زين وحسن، من قدم حسن، من قدم حسن، كش الليلة زين وحسن لجمهور الأهلي. كرة حسن الراهب وهدف أول في المباراة، مخالفة للأهلي في الجهة اليمين. يعد في المباراة استمرارية، المباراة لن تطول والمباراة لن تزيد عن 90 دقيقة، لأنه في كل الحالات هذا كاسب أو ذاك. الكرة لمالك، ومالك لو قلت لي قبل المباراة مالك بيضيع كرة بهالشكل قلت لك كذاب، لكن مالك ضيع. الآن يعدي يعدي يعدي، يلعب كرة إلى مالك معاذ، مالك يحاول يعدي إلى بكرة إلى تيسير الجاسم، تيسير يتقدم في الجهة اليمين، تيسير الجاسم، تيسير مازال يعدي، تيسير مازالت مع الكرة يعدي، الله عليه، الله الكرة الماضية من تيسير، عمل فيها كل شيء ممكن، كل شيء ممكن، وهذه كرة إلى خارج أرض الملعب، إلى خارج أرض الملعب. محاولة حسن الراهب، مين أربعة مهاجمين باختلاف، بغض النظر، بغض النظر عن الطريقة اللي راح يلعب فيها، هذه كرة ملعوبة وكرة على طول إلى كاميلا وباري، محاولة من محمد مسعد في كرة من مسافة بعيدة على طول مرت إلى كاميلا وباري. بغض النظر، بغض النظر بطريقة التنفيذ بالنسبة للأسماء الهجومية الأربعة لا يعنيني، المهم أن رادان يلعب بأربعة مهاجمين، هذه كرة ملعوبة وتتصوب ترجع مرة ثانية البيشي، وكرة لخارج أرض الملعب، محاولة من عبد الرحمن البيشي لخارج أرض الملعب، عدت عدت إلى خارج أرض الملعب. على كل حال مثل ما ذكرت غير مهم، أربعة أسماء هجومية هذا اللي نعرفه، ما نعرفه عن نادي النصر، هذه الأسماء الأربعة هي أسماء مهاجمين. هذه كرة ضربة زاوية موجودة للنصر في الجهة اليمين، في الجهة اليمين على يسار حارس المرمى ياسر المسليم، انتبع بضربة الزاوية، حكم المباراة المساعد يطالب من محمد مسعد تراجع، الكرة في الجهة اليسار ملعوبة على طول عرضية، والمحاولة مرت من دفاع الأهلي بالرأس، ترجع مرة ثانية ريان بلال، كرة تنقطع بدر الخراشي في كرة الهجوم المضاد، بدر الخراشي يلعب كرة لمالك معاذ، مالك يحاول في كرة يقطع الكرة، مالك معاذ، مالك الثاني، الثاني ضاعت 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 ضاعت، ما تضيع جول بدر يا بدر، بدر يا بدر، بدر يا بدر، والله بدر، والله بدر يا بدر، بدر بدر بدر، الخراجي السجل الثاني، مبروك 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 للأهلي، مبروك بدر الخراجي السجل الثاني، مبروك الثاني بدر الخراجي، إذا مبروك يا بدر، مبروك للأهلي، 2-0 تنتهي المباراة، بدر الخراجي يعزل المباراة، يعزل المباراة 2-0، الله يا بدر، الله يا بدر، عطنا الإعادة في هدف بدر في الكورة اللي قطعها مالك معاذ. على كل حال الصورة في المدرجات، الصورة في المنصة فيها فرح، في المدرجات فرح، والعراك موجود على أرضية الملعب، العراك موجود بين الطرفين، بين الفريقين في خلافات موجودة. على كل حال هدف ثاني يسجل الأهلي في المباراة، يسجل الأهلي في المباراة، وردة الفعل موجودة، وردة الفعل موجودة بالنسبة للمسؤولين في نادي النصر، والمباراة لا يبدو أنها تسير، لا يبدو أنها تسير بهدوء. هناك ورقات صفراء يشيرها حكم المباراة، حكم المباراة الزرعوني. على كل حال 2-0 الأهلي وتسع دقائق متبقية على نهاية المباراة، الأهلي ينجح في تسجيل هدف الثاني من بدر الخراشي، هذه كرة مالك معاذ اللي كملها بدر الخراشي، شوف الكرة جت لبدر الخراشي كمل معها الهدف الثاني بالنسبة للأهلي في المباراة. النصر، النصر خلاص، النصر خلاص، مرحلة منافسته على البطولة تنتهي، يحتاج إلى أربعة أهداف، يحتاج إلى أربعة أهداف، وهذا الأمر يحتاج إلى معجزة من المعجزات. هذه كرة ملعوبة إلى ريان بلال، ريان يحاول في كرة تنقطع، مرت لصالح الأهلي إلى خارج أرض الملعب، رمية جانبية، هذه محاولة
الأهلي الماضي اللي كمله بدر الخراشي في الهدف الثاني. النصراويون ترقبوا أن يكون سعد موجودا في المباراة باشر. خلاص لاعبين الأهلي الآن يلعبون بثقة كبيرة جدا. الكرة ملعوبة لبدر الخراشي، الخراشي مع كرة بدر 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 خلصها. لا 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 لا, لا. كميل الوباري، كميل الوباري يشيل 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 كميل يشيل كميل. كرة من بدر الخراشي ملعوبة في الجهة اليمين، هذه فرصة خطيرة الأهلي ملعوبة وخارج أرض الملعب ضربة مرمى. فرصة الأهلي إلى ضربة مرمى. إبراهيم هزازي تتجه إلى المدرج النصراوي، الكرة لصالح أحمد البحري، البحري مع محاولة يلعب كرة إلى ريان بلال، بلال يعدي وكرته لخارج أرض الملعب ضربة مرمى، كرته إلى خارج أرض الملعب ضربة مرمى. نعم في الأثناء وقبل نهاية المباراة يحتفل يحتفل بالبطولة الخليجية. هذه كرة ملعوبة، محاولة في أوفسايد، ضربة حرة غير مباشرة. إذا أول فريق سعودي يكسب لقب في هذا العام. ومع مشاهدينا الكرام، سيداتي أنساتي سادتي أيها الإخوة الرياضيون العرب من الوطن العربي الكبير، متابعين عبر شاشات ARTE سبورت، حكم المباراة السيد محمد الزرعوني يطلق صافرة معلنة عن نهاية المباراة بانتصار الراقي، بانتصار الإمبراطور، بانتصار قلعة الكوز. مبروك للقلعة الخضراء، بطولة جديدة، امتلاك البطولة الخليجية للأبد. مبروك لقلعة الكوز، مبروك لقلعة الكؤوس، وعشاق قلعة الكؤوس في هذه الليلة يرفعون الرؤوس بأمر حسن الراهب الرهيب وبأمر البدر بدر الخراشي. إذا الأمور تكتمل في موقعة ملعب الأمير فيصل بن فهد في الموقع الخليجية بانتصار أهلاوي بهدفين دون مقابل. الأهلي حقق البطولة الخليجية، فألف مليون مبروك لعشاق الأهلي، مليون مبروك لعشاق القلعة الخضراء، مليون مبروك، مليون مبروك، مليون مبروك. كابتن كابتن